زعلان على جمهور المصري وغضب واعتراض قوي جدا عند كل دكه الاهلي بعد نهايه مباراه الاهلي والمصري بتعادل الفريقين بنتيجه 0-0 على ارضيه استاد برج العرب. خليني اكلمكم على كواليس اللقاء الاكثر من ناري سواء جماهيريا او على الدكتين. طبعا الجمهورين استقبلوا النهارده لعيبتهم بهتاف قوي جدا وبداوا يطالبوهم اللي هم يتوجهوا. جمهور الاهلي بدا يطالب لعيبته اللي هم يتوجهوا يحييهم كده، وبدا فعلا كل لعيبه الاهلي تتوجه للعيبتهم. اول لما نزلوا يجروا عمليات الاحماء بداوا يتوجهوا كده لعيبه الاهلي لجمهورهم وبداوا يحييهم قبل بدايه المباراه، وده اللي عمله جمهور المصري مع لعيبته اللي بدا على طول يطالبهم بالتحيه. وبدا فعلا جمهور او لعيبه المصري تتوجه وتحيي لعيبتهم جمهورهم قبل بدايه المباراه. بيبدا يكون في ود كده ما بين اللاعبين من قبل بدايه المباراه، يعني حراس المصري بدأوا يتوجهوا ويسلموا على الشناوي وحراس الأهلي، وبيبدأ على طول بقى حسين السيد واحمد الشيخ يسلموا على جهاز الاهلي واكتر من حد كده من جهاز الاهلي قبل بدايه اللقاء. لكن خليني اقول لكم برده اللي في لقطه محترمه جدا، بدا الجهازين يتوجهوا وبدا دكه الاهلي يتوجه عشان يسلم على دكه المصري، وبدا على طول الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يتوجهوا يعني عند يعني دكه مراقب المباراه عشان يقفوا ويسلموا عليهم. وبيبدا على طول الكابتن ابراهيم حسن فضل واقف على الدكه لحد لما كل دكه الاهلي رجعت لمكانها تاني، وبدا يعني يوجه لهم التحيه كده اثناء عودتهم. لكن خليني اقول لكم ان اللقاء النهارده مش بشكل كبير جدا على الدكتين. مستر كولر بيعترض وبيرفض اعتراض اي حد من لعيبه الاهلي، وبيبدا يشد رامي ربيعه كده ويطالبه اللي هو يرجع وما يعترضش على حكم اللقاء عشان ما ياخدش انذار من على الدكه. وبيبدا بقى كابتن حسام حسن النهارده يوجه لعيبته بشكل مستمر ويزعق لهم اكتر من مره. بدا يقوم وبدا يزعق بشكل قوي جدا، وبدا على طول يوجههم بشكل مستمر وبدا يزعق لهم اكتر من مره. بدا يكون في توجيه خاص النهارده من كابتن حسام حسن لحسين السيد اللي بدا يزعق له كده وبدا يناديله وبدا يقول له هو في ايه، وبدا يقول له تعالى لي كده على طول. بيبدا على طول مستر كولر النهارده يقف ويتكلم باستمرار مع لعيبه الاهلي. لكن خليني اقول لكم ان النهارده قفشه هو اللي تعرض بقى لاصابه قويه جدا في الحاجب كده، بدا على طول يسقط وبدا يعني طبيب الاهلي يتوجه له، وبدا على طول بقى اثناء نزوله يعني الحكم الرابع يساله كده ويقول له يعني قفشه انت تمام، وبيبدا قفشه ياكد له اللي هو يعني مفيش اي مشكله عنده، وبيبدا على طول ينزل. لكن خليني اقول لكم بقى اللحظات كانت باين القلق على دكه المصري في اللحظات الاخيره من الشوط الاول، وده اللي خلى بقى كابتن حسام حسن يطالب مدرب حراس المصري اللي هو يطالب جد باللي هو يقعد على الارض او يقع على الارض كده. وده بقى اللي عمله فعلا المدرب حراس المصري، بدا ينادي على جد وبدا يقول له اقع يا جد او اقعد يا جد واخلع يعني القفازات بتاعك كده واعمل ان انت بتربط الجزمه. لكن جد ما كانش موافق اللي هو يقع وما كانش موافق اللي هو يوقف اللعب، وده اللي كان مستغربه بقى يعني مدرب حراس المصري. بيبدا بقى على طول بعد نهايه المباراه يروح جاد لمدرب حراس المصري ويقول له يعني ليه كنت عايزني اقع، وبيبدا يتكلم معاه كده، وبيبدا يعني المدرب الحراس يعتذر له ويوضح له وجهه نظره اثناء خروجهم ما بين الشوطين. الشوط الثاني طبعا الجمهورين ما بطلوش هتافاتهم وما بطلوش دعم لعيبتهم. جمهور الاهلي بيهتف بشكل دايم وبيهتف بشكل مستمر لكل لعيبته النهارده وبيدعمهم بشكل كبير جدا، والجمهور المصري بيهتف بشكل كبير جدا لكل لعيبته وبيدعمهم من اللحظات الاولى كده من الشوط الثاني. طبعا الدكتين بقى على طول بيتفاعلوا، والدكتين على طول واقفين وبيتكلموا بشكل دايم وبشكل مستمر. الكابتن حسام حسن متفاعل على طول اللقاء وبيبدا اكتر من مره كده يقف ويزعق اكتر من مره، واكتر من وقت كده بيرجع ويتكلم مع لاعيبه او مع دكه المصري البدلاء. واضح عليه الشده قويه جدا وواضح عليه التركيز الكبير جدا النهارده على طول المباراه، وده بقى اللي بيعمله يعني دكه الاهلي. اللحظات الاخيره كانت لحظات شده ولحظات يعني مشدوده بشكل كبير جدا على الدكتين. دكه الاهلي بالكامل واقفه، ودكه الاهلي بالكامل باين عليها التفاعل الكبير جدا مع كل هجمه بتيجي كده في اخر 10 دقائق للاهلي. باين القلق على مسؤولي الاهلي المتواجدين في المدرجات، الواضح عليهم القلق الكبير جدا. الكابتن عمرو مفروق على طول واضح ان هو مش عاجبه الاداء من الوقت للتاني كده. لكن خليني اقول لكم بقى اللحظات طبعا الاخيره كانت مشدوده برده على الكابتن حسام حسن اللي انفعل بشكل كبير جدا وبدا يزعق كده لحسين السيد لما وقع على الارض. كان بيستعجله اللي هو يقوم بسرعه عشان ينزل ويشارك بشكل سريع في اللحظات الاخيره. لكن خليني اقول لكم طبعا الشده ديت كانت باينه وكان باين اثرها بقى على الدكتين في الاخر. دكه الاهلي بتعترض على اللي هم شايفينه اضاعه وقت وبيطالبوا على طول حكم اللقاء بتسريع رتم المباراه. دكه المصري واقفه بالكامل وبتتفاعل بشكل كبير جدا مع كل كره كده للاعيبتها. لكن خليني اقول لكم بقى اللي اول لما انتهى اللقاء بدا على طول كل دكه الاهلي تتوجه كده، واكثر من حد من لعيبه الاهلي المتواجدين في ارضيه الملعب يتوجهوا لحكم اللقاء. كان باين الاعتراض
بشكل كبير جدا، وكان باين الغضب القوي جدا من لاعيبه الاهلي على حكم اللقاء في اللحظات الاخيره. كانوا شايفين ان هم ما خدوش 6 دقائق وقت بدل ضايع الكافيين ليهم، وكانوا شايفين واعترضوا بشكل كبير جدا، وبدا يظهر الغضب عليهم، الكل واقف والكل بيعترض بشكل قوي جدا. وده بقى اللي خلى حكم اللقاء رجع لورا كده، وبدا يطالب مسؤول شركه الامن اللي هم يبعدهم، وبدا يقول لهم يعني اللي هيجي عندي هنا هياخد طرد، وبدا يقف مكانه ويزعق بشكل كبير. الغضب كان باين طبعا على كل دكه الاهلي وعلى كل لعيبه الاهلي بعد نهايه المباراه. وبيبدا بقى الكابتن ابراهيم حسن كده يروح للشناوي ويقف معاه ويحاول يهديه كده، ويبدا يعني يبعده عشان ما حدش من لعيبه الاهلي ياخد اي طرد. وبيبدا على طول بقى في لقطه محترمه جدا الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن يسلموا على لعيبه الاهلي ويسلموا على دكه الاهلي بعد نهايه المباراه كده. واثناء خروجهم بيبدا طبعا على طول كل جمهور المصري يتسقف لعيبته ويحيي لعيبته، وبيبداوا يكون فيه هتاف خاص لكابتن حسام حسن اللي بدا يتوجه لهم وبدا يحييهم بعد نهايه المباراه. طبعا جمهور الاهلي بيغادر في حاله حزن كبير جدا واضحه على الجميع النهارده بعد التعادل مع المصري بنتيجه 0-0، وسعاده واضحه عند كل جمهور المصري اللي بنقول لهم مليون مبروك على النقطه الغاليه اللي باخدوها النهارده من الاهلي على ارضيه استاد برج العرب. وهارد لك لكل لعيبه الاهلي وكل جمهوره وكل مسؤوليه.